ازيكم؟ الجولة الأولى خلصت وأول فايز معانا بأول تيشيرت هو أحمد ماهر، فرقته جابت 114 نقطة. ما تنساش تشترك في الدوري وتكسب كل أسبوع تيشيرت، وفي نهاية الموسم الأول هيكسب بلاي ستيشن والتاني والتالت هيكسبوا موبايل. في الجولة الأولى حصلت حاجات كتير جدا، أهم حاجة حصلت الجولة دي هو رحيم ستيرلينج جاب 3 جوان، يعني هاتريك، يعني جايب له 21 نقطة، واللي مكابتنه جاب له 40 نقطة، واللي عامله تريبل كابتن جاب له 60 نقطة. طبعا كل اللي مكابتنين رحيم ستيرلينج دلوقتي في حتة تانية خالص. من الحاجات المهمة جدا اللي حصلت الأسبوع ده إن مانشستر يونايتد بيكسب 4-0 وبيطلع كلين شيت، وراشفورد ومارسيال بيسجلوا. جماهير مانشستر يونايتد وحشها الإحساس ده جدا طبعا. يا عبد الصمد، صلاح بيسجل في أول مباراة والثالث موسم على التوالي. نتمنى طبعا يكمل على المستوى ده وينافس على جائزة الهداف في آخر الموسم. من الحاجات الصعبة اللي حصلت الجولة دي إن أليسون حارس مرمى ليفربول اتصاب وهيغيب من 4 لـ6 أسابيع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي خبر مهم جدا لكل المصريين، تريزيجيه أخيرا لعب أول ماتش ليه في الدوري الإنجليزي. نتمنى يكمل ويتطور من ماتش للتاني وفي نهاية الدوري ينافس على الهداف. قبل ديدلاين الجولة التانية هقولك على شوية نصايح صغيرة خد بالك منها. أول حاجة، إصابة أليسون لازم تشيله من فريقك، وأنسب بديل ليه هو أدريان حارس ليفربول، لعيب سعره رخيص وقدامه دفاع قوي وماتشاته سهل. بلاش تستعجل في بيع لعيبة تشيلسي كلهم بعد خسارة مانشستر يونايتد وليفربول، لأن الفريق شكله حلو جدا في الملعب وبيتطور من ماتش للتاني. وبلاش تستعجلوا برضو في إنكوا تشتروا لعيبة مانشستر يونايتد، محدش عارف مستوى الفريق هيبقى عامل إزاي في الماتشات اللي جاية، بس لو عايز تغامر بحد اختار راشفورد ومارسيال. توتنهام طالع يلعب مانشستر سيتي في مانشستر، ما تعتمدش على لعيبه توتنهام خالص ولا لعيبه مانشستر سيتي. ولو عايز تختار حد اختار ستيرلينج، هو تقريبا اكتر واحد ضامن مكانه في التشكيل. ايفرتون هيلعب واتفورد وده ماتش سهل شويه، ممكن تاخد بيكفورد او لوكاس ديني في الدفاع، وممكن تاخد مويس كين كمان في الهجوم. في لعيبه تالقت في الجوله الاولى زي بوكي مهاجم نورويتش، ونورويد وشارب لعيبه شيفيلد يونايتد، ودانك بتاع برايتون، خد بالك منهم جدا في الجوله الثانيه. نيجي بقى لحيره كل اسبوع، هنكابتن مين؟ من رأيي خلينا في المضمون ونكابتن صلاح، لأن ليفربول عنده ماتش سهل قدام ساوثهامبتون، ولو هتختار فايس كابتن برضو خلينا في المضمون، اختار أوباميانج قدام بيرني. آخر حاجة بقى، نداء لأحمد ماهر، تواصل معانا عشان تاخد التيشيرت بتاعتك، ومستنيين نشوف مين اللي هيكسب تاني تيشيرت وتالت تيشيرت. ما تنسوش تشتركوا في دوري احنا بتوع الفانزي، كل أسبوع واحد هيكسب تيشيرت، وفي نهاية الموسم الأول هيكسب بلاي ستيشن والتاني والتالت هياخدوا موبايل.